خلونا نذهب إلى مرة أخرى القرارات في المملكة السعودية، وإحنا الحقيقة بنهتم أكثر بالشق الاقتصادي في هذه القرارات. رويترز أوردت إنه مصرفيون ومحامون قالوا اليوم إن البنوك السعودية جمدت حسابات حوالي أكثر من 1200 حساب مصرفي لأفراد وشركات، ولكن معظم هذه الحسابات هي حسابات أسماء أفراد، بينما معظم الشركات بتعمل بشكل جيد أو بشكل عادي جدا، فالتجميد كان بينال الأفراد وليس أكتر من الشركات كي تعمل الشركات بشكل اعتيادي. ورويترز أكدت أنه هذه ليست نهاية، طبقا لكلام مصرفيين يعني في المملكة السعودية، أن هذه ليست نهاية الحملة، وأن كل يوم في حسابات أخرى بتنضم لهذه الحسابات التي يتم تجميدها. النائب العام السعودي قال أنه يعني انتهت المرحلة الأولى من التحقيقات، وفي بعض الأشخاص هيروحوا للمحاكمات والبعض الآخر لا، طبقا بقى لما يعلنوا أو تعلنوا النيابة السعودية. ولكن مصرفيين اكدوا ان الشركات لن تتضرر، لا زي ما قلت لكم، لان معظم الحسابات المجمده هتكون حسابات لافراد او هي حسابات لافراد وليس حسابات لشركات. نرجع تاني بقى للتاثير على البورصه، يمكن اكثر التاثيرات اكثر من البورصات الخليجيه. الحقيقه انه البورصه في مصر هي الاكثر تاثرا ب ما يحدث في المملكه السعوديه، ولكن النهارده شركة طلعت مصطفى ومدينة الإنتاج الإعلامي اللي هم تأثر بالفعل أمس بالأحداث، أعلنت طلعوا بيانات علشان يفصلوا ما بين الأحداث وبين ما يحدث في شركتهم. فمثلا شركة مجموعة طلعت مصطفى أصدرت بيان قالت فيه أنه لا يوجد أو لا توجد مساهمات لصاحب السمو الملكي الأمير وليد بن طلال أو شركة المملكة القابضة أو أي من شركاته في مجموعة طلعت مصطفى القابضة أو شركتها التابعة، وبالتالي فإنه ما تم حتى الآن من تمويله أو ما تم تمويله تم إنفاقه على مشروعات وامتدادات وتوسعات فندق فور سيزن شرم الشيخ مليون دولار من المصادر التمويلية الذاتية للمجموعة. وقالت مجموعة طلعت مصطفى أنه سيتم كذلك تمويل المبلغ المتبقي لإنهاء المشروع مليون دولار أخرى من مصادر التمويل الذاتية للمجموعة والمقدرة يعني من المصادر التمويلية الذاتية للمجموعة. إذن طبعا مجموعة طلعت مصطفى بتقول أنه لا توجد مساهمات أو للأمير الوليد بن طلال أو شركة المملكة القابضة في شركة أو مجموعة طلعت مصطفى. احنا عارفين أنه الوليد كان قد تخرج من فترة من مجموعة طلعت مصطفى، ولكن كان هناك وعد واعتزام وأعلن ده أنه سيتم ضخ 800 مليون دولار في مجموعة طلعت مصطفى من قبل الوليد، ولكن ده واضح أنه ده يعني مش موجود على قائمة العمل الآن. أيضا الانتاج الاعلامي، شركه مصريه لمدينه الانتاج الاعلامي اصدرت بيان او ارسلت بيان للبورصه قالت فيه انه لا توجد اي مساهمات او استثمارات داخل الشركه لرجلي الاعمال السعوديين سواء الوليد بن طلال او الشيخ صالح كامل، واضافت انه علاقتها برجلي الاعمال تقتصر فقط على الايجار، ان هم بيأجروا استوديوهات بالشركه مشيرا ولا كمان بس في طبعا استثمارات ل وليد الابراهيم في ام بي سي، لكن ام بي سي ايضا بتأجر وليس بس مش موجوده هنا في مدينه الانتاج الاعلامي. جاء البيان ده برضو بعد الانخفاضات اللي شهدتها البورصه. خلونا نقول لكم اداء البورصه النهارده، تراجعت لليوم الثالث، سهم طلعت مصطفى تراجع 0.3%، مدينة الإنتاج تراجع 2.9%، الأسهم التانية المرتبطة بصالح كامل في بعضها تحسن بعضها تراجع،
الأسهم السعودية تراجعت برضو حاجة قليلة 0.7%. أسهم الوليد بن طلال المملكة، شركة المملكة القابضة، تراجعت لليوم الثالث على التوالي 10%، سهم القابضة 3%، سهم التصنيع الوطنية. شيخ صالح كامل أيضا في تراجع النهاردة، شركة عسير 1.7% أيضا سهم دلة. ناصر الطيار أيضا في تراجع في سهم الطيار 9.8%، وتراجعات بقى في أسهم الكويت ودبي وأبو ظبي وقطر والبحرين. كل المنطقة متراجعة بنسب متفاوتة. في العالم بقى زي ما قلت لكم التأثير مش كبير، لأنه احنا بنتكلم على حصة لا تتعدى 5% من سواء مثلا أبل أو سواء فوكس أو كده، لا تزيد حصة الوليد عن هذا الرقم.